ايشو كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ونادي الهلال بشكل عام، المباراه دي شايفها ازاي وشايفين مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ازاي؟ انا شايف ان النادي الاهلي مش محظوظ، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا شويه مكتملين اكتر بكتير من النسخه الحاليه، لكن للاسف اصطدمنا ببايرن ميونخ مرعب اوروبا والعالم كله. نعم. للاسف خرجنا من نص النهائي، مع ان احنا لو كنا قابلنا بايرن ميونخ اللي احنا كسبناه فعلا ضربات الترجيح كنا ممكن نوصل للنهائي ومعانا فضيه، بس للاسف ده سيناريو اراده ربنا السنه اللي فاتت. جينا السنه دي بنشارك من غير 14 لاعب عندنا في قائمتنا، فدي حاجه احنا اثبتنا انها كلمه حقيقيه، فكره انه الاهلي بمن حضر فعلا اتطبقت، ان انت بتلعب والمدير الفني ماهاش صدفه، انت المدير الفني بيقول لك ان انا رايح اخد ميداليه مختلفه النهارده، قبل الكلام ده قبل البطوله خالص موسيماني قالها، فاذا هو الموضوع هو الصدفه، هو محضر ومذاكر ومنتري كويس ونجح ان هو يكسب 1-0 وكان ممكن يكسب اكتر من كده. بالتالي انت في اللحظه دي لما نيجي نسال ليله المباراه كل جمهور الاهلي والاعلام الرياضي متوقعين ايه؟ لا كله خايف على النادي الاهلي. فاذا لما النادي الاهلي يروح ويكسب لا شابوه لكل رجاله النادي الاهلي اللي قدموا كل ما عندهم، وطبعا في مقدماتهم مدير الفني بيتسو موسيماني. فاذا احنا وصلنا للمرحله دي بعد جهد استثنائي، ان انت توصل في الغيابات دي والظروف دي كلها ده شيء يذكر فيشكر. فاذا انت المباراه الثانيه انت في ظروف برضو استعدت بعض الدوليين لكنهم مش جاهزين، انت جايين يعني مفيش اقل من 24 ساعه من مباراه نهائي افريقيا وللاسف خسرنا، فبرضه المعنويات يعني واقعه، فجينا ما هواش جاهزين 100%. فاذا ما اقدرش برضه اقول ان هم لعب بكامل قوتهم. فاذا المباراه دي بقى احنا انا بطالب أنا